المعاصي، المعاصي والذنوب نكت والعياذ بالله في القلب، تؤثر على الإيمان، تنقص الإيمان، تضعف الإيمان. وللأسف الآن يعني الذنوب والمعاصي يعني أصبح يعني الوصول إليها سهل عن طريق هذه الوسائل. بعض الناس الآن مدمن على هذه المقاطع، مدمن على هذه المواقع، مدمن على النظر، وهذا يؤثر ما يدريه، يؤثر في قلبه. كل مقطع إباحي، كل موقع سيء تتابعه وتنظر إليه، هذا نكت في قلبك حتى يضرب عليه بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام.